Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. قصة موسى عليه السلام مع الخضر. أما عن قصته مع سيدنا موسى عليه السلام، فالقصة تبدأ عندما وقف سيدنا موسى عليه السلام يخطب في بني إسرائيل، فسأل من أعلم الناس، فرد موسى عليه السلام بسرعة ودون تفكير: أنا. فعاتبه الله عز وجل لأنه لم يرد العلم لله عز وجل، فأوحى له الله أن هناك رجل عند مجمع البحرين هو أعلم الناس. فسأل موسى الله عز وجل: كيف أعرف أنه هو؟ قال له: خذ سمكة. وذهب مع فتاه يوشع بن نون عليه السلام، فوصلا لصخرة فناما وتحركت السمكة ثم سقطت بالبحر. ولما استيقظا من نومهما سأل موسى عليه السلام عن السمكة، فقال له يوشع: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. فقال موسى عليه السلام: ذلك ما كنا نبغ، فارتدا على آثارهما قصصا. ورجع موسى ويوشع للمكان الذي كانا ينامان فيه، فوجدا رجل جالس، فحياه موسى وطلب منه أن يعلمه، فقال له الخضر: لن تستطيع معي صبرا. فقال له موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فقال الخضر: لا تسألني عن شيء حتى أحدثك أنا عنه. فوافق سيدنا موسى على أمره، فمشيا حتى ركبا سفينة، فقلع الخضر الألواح السفينة، فقال له سيدنا موسى: أتريد أن تغرق السفينة ومن فيها؟ فذكره الخضر بأن لا يسأل حتى يحدثه هو عن الأمر، فاعتذر سيدنا موسى عليه السلام. وأكمل الخضر وموسى طريقهما، فقام الخضر بقتل صبي صغير، فقال سيدنا موسى: قتلت صبيا وقطعت رأسه بيديك، ما ذنب هذا الصبي؟ فقال الخضر: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فاعتذر سيدنا موسى مرة أخرى من الخضر لسؤاله، ووصلا لقرية رفض أهلها إطعامهما، وقام الخضر بترميم جدار متهدم في القرية، فقال موسى: يجب أن تأخذ أجرا على ترميم الجدار. فقال الخضر: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فشرح الخضر لسيدنا موسى لماذا أغرق السفينة، فهو فعل ذلك لأنه هناك ملك ظالم يأخذ كل سفينة بالغصب من أصحابها، وقتل الغلام لكي يبدل الله الأب والأم ولدا صالحا رحيما بار، لأن الولد الذي قتل كان سيتعب والداه بطغيانه وعقوقه، أما الجدار فكان مدفون تحته كنز يمتلكه طفلين يتيمين أبوهما رجل صالح مؤمن، فأراد الله أن يكبرا حتى يصلا لهذا الكنز،
وبهذا انتهت الصحبة بين سيدنا موسى عليه السلام والخضر، ورحل كل في طريقه. فتعلم سيدنا موسى عليه السلام دروسا لم يكن يعرفها، لكن سيدنا موسى عليه السلام لم يصبر ليعرف أكثر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما.